Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va bien, notre prof de français, Carole. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. هلا صرت منيحة لأنه من يومين كان كتير كتير عم بيجعني سني. ما دان، j'avais très mal à la dent. Et je suis allée chez le dentiste. يعني أنا رحت زرت طبيب الأسنان. ولما فحص لي سناني, quand il a ausculté mes dents, قال لي إنه في عندك des caries, يعني تسوس. تعرفوا من وين بيجي التسوس؟ أكيد من بقايا الأكل إذا ما فرشينا منيح سناننا. وأنا أخذت قرار بدي فرش سناني كل يوم كل يوم ثلاث مرات, وأهم شيء من بعد الأكل. علمني إنه لازم فرش كتير منيح سناني, مي دان, جو دوا مي بغوسي لي دان أبخي لي غوبا, يعني من بعد ما آكل تما يبقى بقايا أكل على سناني. وقال لي لازم تستعملي بغوس أدان الفرشاية, واللي هي كتير مهمة بتساعد لتشيل الأوساخ, بس كمان لازم نستعمل دانتيفريس. وهيدي الكلمة أنا علمتكم إياها بالحلقة الماضية. دانتيفريس يعني معجون أسنان. تعرفوا إنه هو معجون, يعني دو لا بات. من هيك منقلها دو لا بات دانتيفريس. شوفوا ليه بات؟ لأنه هي هيك على شكل معجون, يعني هو مش سائل مثل العجينة. أكيد أنتو كلكن بتفرشوا سنانكن. حتى البيبي الصغير لما بيطلع عنده اون سال دان ببلش يفرشوله إياها. وريحة الدانتيفريس ريحة كتير طيبة, عادة بيكون ريحة النعنع, بيعطي كتير انتعاش للنفس, بخلينا نوع الصبح, ومن بعد ما ناكل أكيد كمان بخلينا نرجع نحس إنه صار فينا نرجع مع نحكي مع الناس ونحس إنه سنان نضاف, والسنان هيك بيضل لونهم كتير حلو. دونك دانتيفريس ودان ودانتيست بغص أدان, كلها كلمات بسمع فيها دان وكلمات بتشبه كلمة دان. علمتكم بالحلقة الماضية إنه منقلهم لي مو دو لا ميم فامي, يعني هن كلمات من نفس العيلة بيشبهوا بعضهم وفيهم شوي من نفس السنس, يعني من نفس المعنى. بس الأهم إنه نحن حلقتنا اليوم عن شو أقولكم, أي صون أي فونام, كمان الفونام أن. بهيدي الحلقة كمان رح نتعلم الفونام أن, بس رح نشوف الأن يلي منكتبها بهيدي الحلقة عطول عطول بس منكتب أ أن, ولا فينا نكتب كمان أ أم. شو أقولكم؟ نحن فينا نكتب أن إي أن وفينا نكتب أن إي أم. بأي حالة منكتب إي أم؟ بس نحط بي أو بي من بعدها. برافو. إذن نفس القاعدة لا ميم ريغل, بس يكون عندي أن كمان أ أن, إذا عندي وراها من بعدها بي أو بي بكتب أ أم وبسمع أن. وهيدا رح يكون محور حلقتنا لليوم. بس بالبداية أكيد أنا رح أذكركن بشكل الأم أ أم مع بعضهم بسمع أن, ورح أذكركن بكل الأحرف. أكيد كلكن ناطرين لهيدي الأغنية لألفابي فرنسي, خلونا نسمعها سوا. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme D. E, éléphant. F, comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid. O, orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. من بعد ما سمعنا الالفابي فرنسي هلا صار وقت نشوف كيف نكتب ان. او ان او ام. اكيد كثار منكم تعلموا كثير منيح كلمات بالحلقات الماضيه يلي كتبنا فيهم ان او ان. انا بس رح اذكركم, شوفوا او ان مثل اي كلمات, اون
Enveloppe. Bravo, il y a le A, le enveloppe. Enveloppe. يعني الظرف. Je mets la lettre dans l'enveloppe. طيب مين بدي يعطيني كلمة تانية؟ Une dent. Bravo. السن. Une dent. وفي كلمة أنا فرجيتكم إياها ببداية الحلقة. فرجيتكم دنتيفريس بس ما كتبناها. شو رأيكم نكتبها هلا على الكاييه؟ يلا رح نكتب de la pâte dentifrice. Du dentifrice. Du dent. كأنه عم بكتب dent. Dentifrice. Dentifrice تنكتب بالأخير avec C. لأنه أنا بالحلقات الماضية قلت لكم إنه لا lettre C مرات بسمعها ك ومرات بسمعها س. بهيدي الكلمة du dentifrice بسمع س. Du dentifrice. إذا enveloppe, dent, dentifrice هن كلمات بسمع فيهم أن. أن. E. N. بس حلقتنا لليوم هي عن أن. E. M. ومثل ما افتتحت الحلقة وقلت لكم نفس القاعدة مثل الغيغ الماضية E M بكتبها بس يكون عندي من بعدها أو B أو B. برافو B أو بيان B. هلأ رح أعلمكم كلمة واحدة تتضمن لفونيم أن وهي وراها في لا lettre P. شوفوا لا لا تان P ra tur. كلمة طويلة بس منا صعبة أبدا لأنه أنتم بتعرفوا كل الأحرف اللي فيها. تان P. ليش قلت A؟ لأنه عندي E avec accent aigu. Très bien. لا تان P ra tur. T E M. E M ensemble. بس ما فيها أن. T E M. P, E accent aigu, R, A, T, U, R, E. Le E à la fin, je ne le prononce pas trop. Je ne vais pas le dire. La température. La température, c'est la température. La température est le غرفة. Mais je vais prendre la température. Je prends la température. Je vais dire 20 degrés, 30 degrés, 37 degrés. تعرفوا انه حرارة الانسان هي 37 دوغري. هيك بنكتب 37 وهيك بنعمل اشارة الدوغري. 37 دوغري سلسيوس. 37 دوغري يعني ليكون الانسان بصحة جيدة لازم يكون حرارته 37 دوغري. من إلا لا تمبيراتور. إذا طلعت تسمعوا الماما عم تقول يي في عنده حرارة. في عنده حرارة يعني حرارته طلعت. هلا اون فرونسي بدي اياكم تنتبهوا كثير منيح. الكلمة ذاتها بنستعملها للحرارة يلي بناخدها وإذا عنده حرارة يعني محرور. اون فرونسي بنقول إلى دو لا فيفغ. تذكرتوها هالكلمة؟ تعلمناها بأغنية. أغنية جو سوي مالاد. قلت جو سوي مالاد جي دو لا فيفغ. يعني أنا عندي حرارة محرور. حرارتي عالية. اون فرونسي بدنا نميزهم. لا تمبيراتور هي الحرارة. حرارة الغرفة، حرارة المي، حرارة الإنسان. أما إذا كنت محرور بقول جي دو لا فيفغ. فيفغ هيك بكتب فيفغ. فيفغ بقول جي دو لا فيفغ. جي دو لا فيفغ لما بيكون عندي أكثر من 37 38 39 أو 40 دوغري. أنا بدي إياكم تركزوا بكل اللي قلته هلا على كلمة température. Température هي كلمة بتتضمن le phonème en وبكتبه em لأنه j'ai la lettre p après. Température يعني حرارة. وتذكروا هي حرارة الغرفة أو الماء أو حرارة الإنسان. دونك اليوم بحلقتنا رح نشوف عدد من الكلمات تتضمن le phonème en em ورح نشوف كلمات تانية كمان تتضمن لفونام EN. هيك بيكون عندكم عدد كبير. بدي اياكم من بعد ما نتوقف بهالفكرة تحضروا الدفتر كتير منيح لأنه رح نتوجه على الإكران ورح نشوف هيدي الكلمات. حضروا الورقة والقلم. بس هلأ رح أترككم ترتاحوا
مع أغنية بتحبوها كتير وأنا كمان بحبها. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier. On est de retour, nos amis. رجعنا وهلا نحن قدام الاكران. حضرتوا الدفتر والقلم، لو كايي و لو كريون. هلا صار وقت انه نكتب كلمات جديد. ركزوا معي كثير منيح وتذكروا انه حلقتنا عن الفونيم ان او ام. اول كلمه شايفينها بدنا نجرب نلفظها. بدي اعطيكم شويه وقت تركزوا عليها منيح وتجربوا انتم تقولوها. عندي لا لتر تي او ام انسامبل، شو بلفظهم؟ ان. بس انا ليه كتبت او ام؟ لانه جي لا لتر بي. une tempête, une tempête. بدي اذكركم بالاو avec accent circonflexe، يعني شابو الصغير. علمتكم بالحلقات الماضيه انه بنسمعوا اي مثل الاكسان غراف. une tempête. شو شايفين بالصوره؟ شو اقولكم يعني une tempête؟ tempête مش يعني رياح، رياح سي لو فان. tempête مش يعني تمطر. تمطر سي لا بلوي، il pleut. لا بلوي المطر. لا تمبيت هي العاصفة. نحن مثل ما شايفين هيدي البنت واقفة بالعاصفة، بس يكون بذات الوقت في هواء وفي شتاء وفي كتير سقعة، منقول c'est une tempête، العاصفة. en hiver une tempête، في فصل الشتاء. لكن بدي ركز كتير منيح على هالكلمة une tempête. بدي اذكركم كتبنا EM لأنه جي la lettre P. une tempête. العاصفة. هلا une tempête من إلا عاصفة. إذا بدي أقول العاصفة بقول la tempête. On peut continuer? Je vais continuer. On passe au deuxième mot. une pente. La pente هو هيدا المنحدر يلي شايفينه. une pente. pente هي كلمة فيها EN. EN سوا بسمعون أن. une pente منحدر. une pente. j'entends pas à la fin. je n'entends pas le E. je ne le prononce pas trop. ما بلفظو كتير منيح. قول une pente. تحتي بيان الكلمة التالتة هي un enfant. un enfant يعني طفل. un enfant. شوفوا هلا في كتار منكم رح يتوقفوا واللي بيركز منيح رح ينتبه ويتفاجأ. رح يقول إنه أنا قلت enfant، بس أول شي كتبناها EN وبعدين كتبناها AN. صحيح، لأنه أنا بالحلقات الماضية قلت لكم إنه أن فيني أكتبها EN، بس كمان تنكتب بعدة وسائل تانية وهي وحدة منهم الـ AN. AN كمان بسمعها أن. من هيك enfant بدي أحفظ إنه بنكتب EN F وبعدين AN وT. enfant هي كلمة بتنكتب بهالطريقة. وبتعرفوا كيف تبطلوا تنسون أبدا؟ الطريقة الوحيدة هي إنه تكتبوها عدة مرات. يعني لما تخلص حلقتنا ويكون عندكم وقت كتبوا enfant عدة مرات، هيك بتحفظوها. بس بدي تنتبهوا كتير كتير منيح أصدقائي على اللفظ. كتار من الناس بيسكروا تمهم بيقولوا enfant، وهذا الشيء مش مزبوط. إذا سمعتوا حدا قال هيك قولوا له لازم نفتح تمنا. un enfant. enfant بس بفتح تمي على الفونيم ان. وبدي اعطيكم معلومه ثانيه انه ان فرونسي بنقول ان انفان بنقول اون انفان. يعني اذا عندي صبي مذكر مثل اللي شايفينه بالصوره بنقول له ان انفان، واذا كانت فتاه صغيره بنقول لها اون انفان. كمان الاثنين بيصلحوا ماسكولان اي فيمينان. انفان طفل. اما الكلمه الثالثه فهي كلمة كتبناها نحن. شو شايفين؟ ترمومتر أو ميزان حرارة.
شو بيعطيني الترمومتر؟ بيعطيني أكيد لا تمبيراتور، يعني درجات الحرارة. منقول إذا هو إذا كتير مسقع بتكون درجات الحرارة عالية أو واطية؟ كتير واطية. Il fait froid tout temps. La température est basse. أما إذا كان شوب Il fait chaud. La température est plus élevée. يعني أعلى. كل ما كان الرقم أكبر كل ما يعني شوب. وكل ما كان الرقم أصغر يعني كل ما كان برد. منقول La température. Température. طويلة شوي. نرجع من عيدة. La température. الحرارة. Température كتبتها avec EM لأنه جي la lettre P. Je continue. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة. L'avant-dernier mot. نحن شو شايفين؟ ناس. منقول شفت ناس. ناس منقلهم les gens. Les gens يعني الناس. ودايما هيدي الكلمة اللي au pluriel. منقول j'ai vu des gens dans la rue. يعني شفت ناس على الطريق. J'ai vu des gens dans le salon. شفت ناس بالصالون. الأشخاص الناس اللي منشوفهم منقلهم les gens. Les gens. بعد مرة. Gens. وأنا عندي la lettre G. كتار منكم أكيد تذكروا أنه G مع E بلفظوا J. Pour prononcer G, شو لازم حط بيناتهم؟ La lettre U. Bravo. مثل une guêpe. تتذكروا؟ Une guêpe. حطيت G مع E تقدر ألفظ G. لأنه إذا عندي G مع E بلفظ J. Les gens. ناس. أما آخر كلمة هي مزبوط ساعة بس نحنا ما أكيد ما عم نشوف لامونتر لأنه تعلمنا هذه الكلمة ومنعرف إنه مونتر كلمة رح تبدأ أكيد avec la lettre M أنا شايفة M شيء لا أنا شو شايفة أول حرف T le temps le temps يعني الوقت time بالإنجليش le temps يعني الوقت بس قول le temps passe vite. يعني الوقت يمر بسرعة. Le temps. Le temps. وكمان هيدي الكلمة بتنطبق بالفرنسي على الطقس. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il? يعني كيف الطقس اليوم؟ كمان فيني استعملها. إذا سمعتوها بهالجملة بتكون بتعني إنه كيف الطقس اليوم؟ Il fait beau temps. Il fait beau temps. Beau يعني الطقس جميل. Il fait mauvais temps, يعني الطقس عاطل. بيكون في عندي tempête, يعني عاصفة. Temps. وtemps تشبه شوي tempête. بس بدي إياكم تحفظوا شغلة. وشغلة غريبة شوي. إنه le temps هي كلمة أكيد singulier, يعني مفردة. بس بحط لها S. ولازم أحفظ إنه بحط S. P, S بالأخير ما بلفظه. رح أرجع أقرأ لكم الكلمات كلهم. واليوم الكلمات شوي صعبين. أول كلمة كانت العاصفة. عاصفة. Une tempête. حطيتوا الأكسان سيركونفلكس. Je continue. تاني كلمة كانت المنحدر. Une pente. تالت كلمة الطفل. طفل. Un enfant. وقلنا فينا نقول une enfant. الكلمة من بعدها هي La température, الحرارة. La température. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة. الناس منقلهم les gens. منحط لها S عطول لأنه عطول منقول les gens. أما الكلمة الأخيرة الوقت. Time. منقله en français le temps. وقال فينا نقول كمان il fait beau temps. احفظوا هيدي الجملة. Il fait beau temps. يعني الطقس جميل. Il fait mauvais temps. يعني الطقس عاطل. وفيكن كل يوم الصبح بس تقوموا. Le matin. تطلعوا وتشوفوا. Il fait beau temps. Ou il fait mauvais temps. كتبتون أصدقائي. بتمنى أنه تكونوا لحقتون. واستفدتوا كتير منيح. رح أترككن هلأ ترتاحوا بالفقرة الصغيرة. ارجع لقيكن وتابلو بالفقرة الأخيرة. La température. Le temps. La tempête.
les gens. Un enfant. Une pente. Dans cet exercice, mes amis, on nous demande de relier. طلبوا منا انه نوصل قالوا لنا رلي رلي يعني اوصل بدنا نوصل اكيد الكلمات بالفونيم عندي دو فونيم ان او ان ان او ام هن مثل بعضهم ان بسمعهم بذات الطريقه بس بكتبهم بطريقه مختلفه بدي اذكركم انه الاو ام بكتبهم بالكلمات دون لي نو افون بي اي بي بس كمان دون لي فيرب دون سيرتان فيرب يعني بالافعال في عندي أفعال تنكتب EM قدام الM بس نحنا بما أنه عم نتعلم هلأ كلمات بس علمتكم أنه EM تنكتب قدام بس الP والB on est devant des noms كلمات أسماء يعني جاهزين أول كلمة une tempête أنا أكيد أنه عم بسمع tempête بس أول كون بدي حط EN أو EM أكيد EM je relis وأنا بحب أكيد دايماً إنه ترجعوا تكتبوها هيك بتشوفوها الكلمة كلها قدامكم une tempête يعني عاصفة les gens الناس EN bravo لأنه في عندي S وما تنسوا إنه les gens عطول بحط لها S الناس تالت كلمة un enfant enfant في عندي F donc EN très bien enfant كلمة من بعدها une pente bravo e n pente e n لأنه عندي t الكلمة ما قبل الأخيرة le temps e m لأنه في عندي p الوقت أما الكلمة الأخيرة une enveloppe يلي هي e n تاخد e n لأنه ما عندي فيها لا p ولا b bravo mes amis بدي أطلب منكم بعد هالإكزرسيس اللي كتير سهل ترجعوا كتير منيح تعيدون بالبيت تكتبون كذا مرة خصوصاً enfant وخصوصاً tempête وانفلوب كلمات شوي صعبين وما تنسوا أبداً تعيدون فيكم تعلمون لأخواتكم الصغار هيك بيتعلمون معكم ببلشوا يحفظون من هلأ وتواصلوا معنا أكيد على facebook.com/madrasati7kids au revoir Je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier! Quelle joie d'aimer son métier.